السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي مشاهدي أون تايم سبورتس في كل مكان وحلقة جديدة من ملعب أون تايم. امبارح كان يوم سعيد جدا جدا جدا، أنا على المستوى الشخصي كنت فرحان وفخور وكنت سعيد جدا جدا جدا. النهاردة يوم بالنسبة لي أسعد، لأن امبارح وجهت نداء وامبارح اتكلمت كلام ومعايا تريزيجيه ومعايا ناس كتير قالوا نفس الكلام، وما كنتش متخيل إن الفيديو ده يحقق كل النجاح الكبير ويحصل فيه يعني إقبال جماهيري كبير كده على الكلام ده. الناس في مصر كلها تؤمن إن عندهم منتخب قوي ولازم يبقى كلهم في ظهرنا إن شاء الله. الشعب المصري يفخر بالمنتخب المصري وباللاعبين اللي قاعدين بره. النهارده اقدر اقول لحضراتكم ان الفراعنه عائدون من جديد. اقسم بالله العلي العظيم احنا اعظم شعب في العالم، بس تنادي عليه تقول له بس ساند منتخب بلادك، المنتخب بس يعمل حاجه، يعمل حاجه ريحتها حلوه، تلاقي الدعم زي ما انت عايز. امبارح ملايين الناس في مشاهدات للفيديو ده، ملايين الناس دعم للمنتخب، ملايين الناس رضا على المنتخب. قلت لهم امبارح اللي عمل المنتخب امبارح وعملوا فيتوريا امبارح، احنا ما خدناش كاس الامم، ما وصلناش كاس العالم، بس راجل بيقدم كورة حلوة لمنتخبنا الوطني. سيبك من خلافك مع اتحاد الكورة ولا خلافك مع جمال علام ولا مع الدرندلي ولا مع بركات ولا مع حازم ولا متفق معهم، مش دي المشكلة. في الآخر ده اسمه منتخب مصر. ليه احنا دايما اللي شايفين حاجتنا قليلة؟ ليه احنا دايما اللي شايفين منتخبنا قليل؟ بتلعب امبارح منتخب كله محترفين وكل الاحترام وكل التقدير لمنتخب الجزائر وجمال بالماضي، وعامل جيم تاريخي بعشر لعيبة، انت بتهاجم وعندك قوة دفاعية وبتعمل كرة جماعية وعندك جمل وعندك كل حاجة وعندك المتعة. فريق كبير امبارح، اقدر اقول منتخبنا منتخب كبير. امبارح اقدر اقول ان فيتوريا ده مدير فني كبير وجهاز كبير. كان الاول واحد يطلع يقول لك ايه يا عم، ما لعبش منتخبات كبيرة اهو لاعب يا عم، ما هو المنتخب ما جاش اساسي، ما هو جه يا عم، اصل محوش اللعيبه الاساسيه بتاعته معاه يا عم، بيطرد عندك محمد هاني، وبتلعب وبتكسب وبتلعب على المكسب وبتعمل جيم بيخلي كل الناس راضيه وكل الناس سعيده للمنتخب الوطني. وبصراحه شابو فيتوريا وشابو حازم امام اللي جاب فيتوريا واتحاد الكوره والاجهزه الفنيه. مش عيب على فكره ان يكون عندنا حاجه حلوه نقول انها حلوه. بعض الناس تقول لي هو انت محمد ابو العيله ده كل ما بتيجي صورته او كل ما بتتكلم بتقول واحد من افضل الناس اللي في الشغلانه دي في العالم. ايوه هقول تاني وتالت ورابع، وما بقولهاش على فكره جمله ان يعني هي كده، لا، محمد ابو العلا واحد من افضل الناس في العالم في مجاله، حسام حسني واحد من افضل الناس في مجاله في العالم، الابراشي واحد من الناس الكبيره جدا في مجالهم، ناس كتيره عندنا في مصر. ليه احنا الجزء الطبي ده ما نفتخرش بيه؟ محمد اسامه في الزمالك، ابو عبله كان موجود في الاهلي، كل دي اجهزه كبيره، كل دي الناس لما بتسافر بره الناس بتكن لها كل احترام وتحترمها بشكل كبير. ناس امبارح بتقول لك انت عديت محمد هاني، محمد هاني يتذبح بسكينه، يعني على اللي عمله ده، دي مش كره قدم، ده راجل بيلعب كاراتيه. طيب حضراتكم ماشي، انا قلت ان محمد هاني مالكش حق، انت غلط، ولكن رصيدك كبير، ما عندكش الحالات دي كتير، ولازم الموقف يعدي وتتعلم منه واللي بعده. المفروض اعمل ايه؟ المفروض اجي اطالب ان محمد هاني ده يبطل كوره، ان محمد هاني ده ما يلعبش كوره تاني، الراجل اللي اخطا خلاص ننسى كل حاجه ونمسك على اخر غلطه. والله العظيم غلط، بس لازم يكون في بكره. على فكره لعيبه كتيره في العالم بتطرد والدنيا بتكمل وبيتعلموا. عبد المنعم كان عصبي، ما بقاش عصبي، هنقعد طول عمرنا نقول ما خلاص خلصت القصه يا جماعه، في نص كوبايه مليان وفي صوره حلوه وفي اداء رائع وفي الناس كلها سعيده وفرحانه، ليه ما نفرحش؟ ليه شايفين حاجتنا دايما قليله، حاجتنا دايما صغيره؟ كل مشهد معسكر دبي حلو،
كل مشهد تنظيم معسكر دبي حلو، الماتشات رائعه، التنظيم هايل، شكل اتحاد الكوره تنظيم رائع جدا، عاملين ناس شغل كويس جدا، حازم امام واقف بيتصور مع الناس والمعجبين اكنه لسه بيلعب. الامور كلها حلوه وسعيده. كابتن حازم مساء الخير. شايف وحبيبي كتر خيرك، ايه المقدمه الناريه دي؟ والله الحاجات دي بس نشوف اي حاجه بقى. لا والله انا بشكرك والله بجد، على مش بس على فكره مش من دلوقتي، انت من اول المعسكر انا بسمعك وبنقعد نسمعك هناك ودايما في ظهر المنتخب، في ظهر المنتخب. مش لان انت قلت حاجه، هو اتحاد الكوره ده مش ملك المنتخب يعني، هو اتحاد الكوره ده بيجي ويمشي، لكن المنتخب ده ملك الناس كلها. صح. وملك مصر، فانت في ظهر المنتخب. صح. مش في ظهر اتحاد او ظهر اشخاص يعني. شفت لك صوره هناك والجمهور واقف مستنيك وبتمضي على تيشيرتات والله ناس جميله والله. هو الناس مبسوطه بالمصريين عامه يعني. انا بس عشان نزلت اول واحد، كان في ناس غير كتير اتصوروا وكان الجمهور عليهم كتير، وناس هناك مبسوطه باللعيبه، واللعيبه كانت مبسوطه جدا بالاجواء. الحمد لله كان معسكر يعني 100% ناجح الحمد لله في العين. مدينه هاديه كتير جدا، فالدنيا استخدمني يعني، استفدنا بشكل كبير والحمد لله. كان اختيارنا موفق ان العين دي، لان المدينه سيف هاديه وما فيهاش حاجه انك تنام وتتمرن وتاكل بس، مفيش بقى مفيش حد، مفيش زحمه، مفيش صخب، مفيش هيصه. اللعيبه مركزه الحمد لله، التمرين كويس، فالحمد لله استفدنا معسكر اكثر من رائع يعني. دايما بشكر المتحده الرياضه اللي هي اللي عملت معانا المعسكر ده، احنا قعدنا يمكن شهر بنحاول نعمله مع محمد يحيى وسيف الوزيري، شايفهم دقيقه بدقيقه مع المنتخب. لا محمد يحيى وسيف، احنا بعدين يعني انا ويحيى تحديدا كمان قعدنا بتاع شهر عشان نعمل ماتشين الجزائر وزامبيا، كانت باظت شويه ورجعت تاني وراحت لمنتخبات تانيه، وبعدين اصرينا ان احنا نجيب المنتخبين نلعب معاهم، فالمواضيع كانت صعبه. بصراحه سيف ويحيى عاملين شغل رائع جدا جدا قوي. لا وفي المعسكر بصراحه بيساعدونا، اي حاجه بطلبها بكلم يحيى وبكلم سيف في ثانيه تبقى معموله بصراحه. الناس يعني فوق يعني الحمد لله من ساعه ما دخلوا معانا والسبونسرز والحاجات، الامور اتحسنت جدا جدا، وكل طلباتنا كانت مجابه بصراحه يعني. بشكرهم من خلال الحلقه ومن خلال اون، ان هم بجد عنصر كان مهم جدا في المعسكر ده، وان شاء الله بقى في القادم باذن الله. حازم يعني. عايز اسالك سؤال مهم كل الناس بتفكر فيه، لحظه طرد محمد هاني، اكيد انت قعدت فكرت كده زينا، باظ الماتش، التجربه. انا شفت بقى السيناريو الأسوأ. ايوه التجربه. الماتش باظ. الماتش باظ، التجربه باظت، فيتوريا هيقفل. يعني لا مش الموضوع يقفل، انا قلت الفكره باظت ان احنا جايين نعمل ماتش ودي، فانا عايز استخدم اللعيبه كلها ونعيش الاجواء 11-11، فانت كده وصلنا الماتش. اتقلب بقى ان انا دافع وهنقعد ندافع وفرقه تهاجم والدنيا هتبقى مقفوله ومش هستفيد كافاده ان انا عايز العب كوره، خصوصا ان احنا كنا ابتدينا بعد 17 دي بقى نمسك كوره، واحنا ضيعنا كوره في العارضه وكوره جنب العارضه بتاعت الجيهه، خلاص بقينا نلعب لعبنا يعني. بس انا الـ يعني اللعيبه كان عندها ثقه كبيره جدا في نفسها، ودول اللي قلت لك يا سيف لو تفتكر في مداخله معاك عملت لك بعد ماتش تونس على طول لو تفتكر. الو؟ ايوه معاك يا حازم، معاك. فاكر الماتش ده؟ فاكر. انا قلت لك ايه؟ قلت لك انا مش قلقان على فكره ان ماتش تونس ده مش مستوانا، احنا مش كده. احنا اللعيبه مش جاهزه. اللعيبه مش جاهزه في الماتش ده، وكان عندنا اصابات كتير، قلت لك يا سيدي انا مش قلقان على المنتخب لان ده مش مستوانا. انا الحمد لله عارف مستوى لعيبتنا عامل ازاي، ودايما بقول في كل مكان اللي انت بتقوله يا سيدي، احنا كبار، احنا للاسف عندنا ناس دايما بتقل مننا بس على طول، شوف ان احنا وحشين او ان احنا مش كويسين او ناس ثانيه اعلى منك. لا انت امبارح شايف فرقه يعني معظمها، في ناس كتير بتلعب في الدوري المصري بدنيا واقفين على رجلهم قوي جدا، لعيبه عندها رؤيه فنيه جامده جدا في الملعب، بتتحرك كويس، بتشتغل كويس، تلعب وانت اقل واحد بدنيا عادي جدا، والناس بتلعب كلها بتلعب في اوروبا تقريبا. صح. فاحنا عندنا لعيبه بتعرف تلعب كوره وعندها النو هاو بتاع الكوره كويس، هي بس عايزه شويه نظام والتزام في الملعب، وده كان موجود. والراجل عمل تكتيك امبارح كويس جدا، وابتدينا بشكل مختلف على فكره، احنا 4-4-2 امبارح اول ماتش يعني. صلاح كان فايق قوي امبارح. صلاح كان هو فايق، هو عايز يلعب على طول يعني، بس الاجواء والدنيا والماتش، وبعدين محاسه طرد يعني خلت اللعيبه كلها بتعمل اقصى ما في جهدها واكثر كمان، كل اللعيبه بتشد بعض. اللعيبه امبارح كلها بصراحه، واللعيبه اللي بره كمان يا سيف والله العظيم انا عايز اشكرهم، يعني اللي بره ممكن بيبقى متضايق انه ما لعبش مش عارف، اللعيبه كلها مركزه لغايه النهارده، واحنا راجعين في الطياره الناس كلها مبسوطه انها في المنتخب، ملتزمه جدا، بتتمرن كويس، مش حد متضايق، مش حد زعلان، كل الناس انا بتكلم عن ما بيلعبوش خالص تقريبا.
فاللعيبه بصراحه هايله، والراجل الحمد لله عمل تاكتس كويس واشتغل كويس وابتدى يطلع. يعني عندنا دلوقتي فكره، على فكره وماتش تونس استفدنا منه في حاجه مهمه جدا زي برضه ان احنا ماتش تونس ده بعد ما دخل فينا جونين في اول 10 دقائق احنا لعبنا 3 4 3 غيرنا السيستم. فالفكره لو ما انت ما كنتش خسرت من تونس وحش ولعبت وحش بالشكل ده انت ممكن كنت غيرت السيستم، ولعبنا امبارح 4 4 2 شكل ثالث خالص. فكره تغيير السيستم دي مهمه جدا، انت تعرف تلعب ازاي مع مين. انت بتلعب الجزائر فرقه كويسه جدا نص ملعب، فهقفل الاثنين واسيب اثنين من الجنبين هم اللي يزيدوا بدل ما العب 4 3 3. الفكره دي لو ما كانتش جت ان انت خسرت ب 4 3 3 مع تونس، فده اللي خلى الراجل ممكن يكون فكر في تغيير التاكتكس او التاكتكس اللي هيلعب بيه. ففكره تغيير التاكتكس تبقى نازل عندك كذا نوع تلعب في الماتش دي حاجه كويسه، وتلخبط اللي قدامك وعندك لعيبه تعرف تنفذها بشكل كويس جوه الملعب مش تنزل حد يعملها. فالحمد لله يعني انا مبسوط جدا بالله. واعتقد احنا يعني متهيألي اهم مكسب اسيف هو ثقه الجمهور المصري في المنتخب المصري، دي اهم حاجه. يعني بغض النظر بقى كسبنا خسرنا الجزائر مش عارف ايه، بس ثقه الجمهور المصري ترجع في المنتخب دي اهم مكسب في المباراه، اهم من كل حاجه. احنا عملنا لها كامبينا كويسه والله ان الناس تكون في ظهر المنتخب. لا انا بص طبعا انتوا كاعلام بجد والله حتى يعني كل القنوات كل البرامج كانت الحمد لله كانت بتدعم المنتخب، بس انا بتكلم على الجمهور اللي في الشارع حتى سيف بعد الماتش ده انا حاسس الناس ابتدت تقول والله احنا كويسين، طب والله لعبنا كويس، لا المنتخب برافو عليكم، الحاجات دي ما كنتش بسمعها على طول دايما ايه وحشين اصل ما لعبناش حد اصل انتوا لسه وانتوا فاكرين نفسكم لعبت، يعني دايما كانت في دايما حاله لا من شويه، دلوقتي قايلين كويسين برافو عليكم وشغالين كويس، فابتدت الناس ترجع الثقه فيها بسبب اداء منتخب مصر، دي حاجه كويسه الحمد لله. يعني الناس يعني عايز اشكر برضو فيتوريا الحقيقه بصفه خاصه لان فيتوريا عنده ظروف عائليه صعبه ومع هذا كان مركز بشكل كبير جدا مع المباراه. انت عرفت ان انا شايف ان الظروف عائليه صعبه. عندي ناس صحابي قريبين من الراجل. عنده حد قريب وتعبان في المستشفى في يوم الماتش كان عندي يعني مشكله صحيه وربنا يشفيه يا رب. يعني كان متوتر شويه بس طبعا الحمد لله راجل بروفيشنال كان يعني فرق بين ده وده والحمد لله قدر الماتش بشكل كويس الحمد لله. يعني الحمد لله عايز برضو الكوره توفيق برضو يا سيف، الكوره توفيق والكوره فيها حاجات بس لازم انت لا بس جراء او قرار. ايوه بقول لك بس الكوره فيها توفيق بس ما ينفعش يجي التوفيق للفريق او للكسبان، لازم يكون مذاكر ولازم يكون محضر. فهو الحمد لله كان محضر بكذا سيستم يعني الحمد لله. عايز برضو اسالك يعني انا احتمال يعني امبارح كنت بتكلم وفتحت الحلقه بموضوع محمد هاني وانا قلت محمد هاني غلط ولكن هي مش نهايه العالم يعني اكيد بيتعلم وراجل لعيب كبير. الناس متخيله ان انتوا مثلا بعد المعسكر مشيتوا هاني ده مثلا قلت له ما تجيش تاني الراجل قعد. انا كنت مع هاني بعد الماتش له هاني هو الماتش دي معموله عشان نتعلم منها، انا لو ما غلطتش في ماتش ودي مش هتعلم في ماتش رسمي. صح غلط بس طبيعي لازم هتتعلم منه عشان بعد كده الكوره لما تيجي كده تبقى عارف تخش ازاي. طبيعي كلنا هي الماتشات اللي قدام معموله ليها سيف عشان انا هغلط واعرف نقاط ضعفي واصلحها في الماتش الرسمي. ده الماتشات دي فايده الماتشات الوديه فيها تهور شويه. هو طبعا الحماس والبتاع وعلى فكره عمل نص ساعه الاولانيه هايل صح. كان بيلعب على سعر احمد ان احمد لعيب جامد جدا الراجل ما عداش منه ولا واحده وخده سبعتين وبتاع بس هو متحمس. بس هي دي فايده الماتشات الوديه ان انت تتعلم من اخطاء. طب حمدي فتحي في ماتش تونس ما جاب اون جول فينا الناس قاعد تتريق عليه وبتاع. بص المعسكر ده عامل ازاي وحش صح. جايب جونين بيتحرك في كل حته في الملعب نجم الماتش ما شاء الله الله اكبر يعني ارقامه في الجري مش طبيعيه بيتحرك وبيجي ويجيب اجوان وبيدافع كويس وبيهاجم كويس. فهي دي فايز ماتشات انا اغلط بس عندي ماتش بكره هلعب تاني. المهم عندك اراده واللعيبه كلها عندها اراده بصراحه. مبروك كابتن حازم وبالتوفيق يا رب في اللي جاي بقى تصفيات كاس العالم ان شاء الله. بشكرك والله دايما انت واحد من الناس على طول اللي في ظهرنا وفي ظهر منتخب مصر. ربنا يخليك. ودايما كلامك ايجابي دي من الحاجات اللي يعني مش معانا مع اي حد انت دايما كلامك ايجابي. الناس ممكن تاخد عليك يقول لك هو بيتكلم كلام كويس يعني كلام ايجابي احسن وتفوق الناس دايما تخمد. الحمد لله. فبشكرك يا سيف والله دايما على كلامك على كل حاجه مش علينا احنا بس على كل حاجه دايما بتاخد الجانب الايجابي وتسلط عليه الضوء وتحاول تقلل من السلبيات شويه. بشكرك كابتن حازم بشكرك شكرا جزيلا كابتن حازم امام عضو مجلس اداره اتحاد الكره المصري بشكره شكرا جزيلا. الناس متخيله النهارده ان انا طالع محمد هاني ما يعني اوعى وسع الموضوع. شفت بقى الناس امبارح القصه راحه يمين. ابنك اما تزعل منه تلومه وتزعق له وتشخط فيه وتقول له ان هو غلطان مش هتموته
مش هتخلص عليه، مش هتقول له بطل كوره خلاص، غير لو الموقف مره واثنين وثلاثه. عارف الكلام اللي انا هقوله صعب. هاني لعيب كبير، هاني لعيب خلوق، هاني لعيب مؤدب، اللي عمله امبارح غلط خلاص نقطه ومن اول الصف، هيتعلم منها وهيرجع يتالق ويكسر الدنيا. وانا عارف ان الكلام ده ممكن مش على هوا ناس كتير، ولكن هي دي قناعاتي ومش هغيرها. هي الحته دي فيها كام هاني، هي في اماكن فيها كام لعيب كبير. مش مساله لعيب كبير ان انت حريف، لعيب كبير شخصيه، لعيب كبير ادائك مع الاهلي ومع المنتخب وبتادي ازاي والتزامك وادبك واخلاقك، ده باكج بنقيس عليه. في لعيبه بنور الله كشاف، في لعيبه يتكرر الموضوع ثلاث اربع مرات فنقول الموضوع يا جماعه القصه الحكايه الروايه. فالامور ارجو ان هي تبقى مختلفه عن كده، الامور ارجو ان هي تبقى مختلفه عن كده. دي صفحه منتخبنا الوطني. صفحه بقى قبل ما اخش في الاخبار خالص، عندي خبر مهم جدا فرحني. عملت حاجه جديده كده شويه، قلت مسأل الناس اللي نازله انتخابات الزمالك. انا مش عارف انتخابات الزمالك ان شاء الله يوم الجمعه، كل التوفيق للي هينجح. دايما بنتكلم في الانتخابات بميزان، كلهم اصدقائنا وكلهم حبايبنا وبنتكلم بميزان. وكان عندنا هنا برنامج هو اللي بيغطي انتخابات الزمالك، زميلنا كريم خطاب عمل برنامج كان رائع الحقيقه، هو اللي بيتكلم. احنا ما بنتكلمش في انتخابات عشان لا نروح مع حد ضد حد ولا اي شيء. جيت كلمت عدد كبير جدا من الناس اللي هي مرشحه او اللي هي في احتماليه تنجح، يعني في شويه قاعده ممكن تكون صح غلط، عدد معين ده عنده فرصه كويسه. فسالته فندم راي حضرتك في موضوع فتوح ايه؟ انتوا فعلا ممكن مثلا تدوا فتوح ال 100 ال 120 ال 130؟ هل ده هيبقى التارجت الاساسي؟ التارجت الاساسي اول ما تيجوا تجددوا الفتوح فتطلع تمسك التيشيرت انا جددت الفتوح. عايز اعرف الناس بتفكر في ايه؟ الناس اللي جايه، انا ما اعرفش مين الناس اللي جايه، بس انا سالت يعني في النائب، سالت 2 3 في الرئاسه، 2 3 في الاعضاء، مجموعه ناس تحت السن. المفاجأة المدوية، المفاجأة المدوية على مسؤوليتي الشخصية، الأمور واضحة اهي على مسؤوليتي الشخصية. نادي الزمالك هيدي فتوح عرض مقفول. يعني ايه كلمة عرض مقفول دي؟ يعني احنا هنجدد معاك لمدة 3 سنين مقابل كذا، 3 سنين مقابل كذا، take it or leave it، يعني لا لا، ده رقم واحد. طب ايه المفاجأة التانية؟ المفاجأة التانية ان ظهر لفتوح عرض من دولة عربية. ظهر لفتوح عرض من دولة عربية. المسؤول عن فتوح او وكيل اعماله، لان في اتنين بيتكلموا لفتوح، احمد يحيى وخاله. واحمد يحيى واحد الحقيقة من الناس المحترمة جدا في الحتة دي يعني. وخاله الحاج سمير. الناس حد منهم راح قعد مع إدارة الزمالك قال له ده إدارة الزمالك الحالية، ده الولد جاي له من بره مثلا يعني 10 مليون دولار، 8 مليون دولار، 7 مليون دولار قيمة شراء، مش عايزينه، خدوا الفلوس ومشوا في يناير. يعني خدوا منه مبلغ ومشوا في يناير. كل الناس أو معظم الناس اللي داخلة انتخابات الزمالك أو المتوقع نجاحها وجهة نظرها إن إحنا هندي فتوح عرض مقفول، قبلوا قبلوا، رفضوا رفضوا، ولازم يحط في حساباته إن في جزء اسمه نادي الزمالك وجمهوره. خلاص كده؟ انسى الحتة دي. لو الراجل ده عنده العرض بالمبلغ ده يدفع ناخد نصه ويشوف مستقبله. يعني الراجل ده لو في نادي عايز يشتريه في يناير يجيب العرض وإحنا جاهزين، فيش مشكلة خالص. بعض الناس تقف وتقول لك افتكروا الكلامي ده عشان الكلامي ده هعيده يوم السبت، عيده يوم الاحد، عيده يوم الاثنين، والتاريخ هيسجل مع بعض. بعض الناس تقول لك ايه، يطلع من شيت يقول لك ايه، ده اول فشل لمجلس اداره الزمالك الجديد اللي احنا مش عارفين هو مين، يعني مش عارفين مين اللي هينجح، بس اللي هيجي ويعمل كده ده اول اخفاق، وكنا متوقعين وكنا نتوقع وكنا وكنا وكنا. انا من وجهه نظري كسيف، انا معرفش مين اللي جاي، بالتوفيق لكل الناس تاني وتالت ورابع وخامس، ان دي بداية الاصلاح داخل نادي الزمالك في هذه الخطوة، بداية الطريق الصحيح لأي مجلس
عايز يشتري اوضه لبس ويشتري فريق. خلاص؟ انا قلت لحضراتكم او الكواليس مين اللي هينجح الجمعه؟ هيقرر ايه؟ الله اعلم. وربما تطلع السيرفي او المجهود اللي انا عملته يطلع مظبوط، وربما ان ما يطلعش مظبوط تخلص القصه. انا على المستوى الشخصي ابقى اقول لحضراتكم اهو، انا على المستوى الشخصي فتوح واحد من ابناء الزمالك اتمنى ان هو يستمر مع نادي الزمالك. بالقيمه اللي تحفظ لاوضه اللبس ولنادي الزمالك التزاماته. يعني نادي الزمالك عنده المجلس اللي جاي هيبقى عنده مهام صعبه جدا، امور ماديه صعبه، فلازم تمشي خطوات. فاتمنى ان شاء الله باذن الله الافضل في هذا الشان، ودي قصه فتوح. والايام القادمه نشوف، يعني ما اقدرش اقول لكم دلوقتي الكلام ده هيحصل مش هيحصل، اما الناس تنجح ونشوف الناس هتقرر ايه ونشوف وجهات النظر دي كانت صح. على فكره ربما واحد ممكن يقول لك وجهه نظر وهو بره الكرسي، وعلى الكرسي الامور تتغير، يطلع الكلام مش مظبوط، يطلع ما فيش العروض اصلا بالارقام دي، ما تعرفش الدنيا هتبقى ايه. نخش على اخبار النادي الاهلي. في كل زمان ومكان اهلا ومرحبا بكم. أول طلب لكولر من لجنة التخطيط هو مدافع، عايز مدافع وفي أسامي معينة عايزها، قالوا له خد المغربي، قال لهم لا أنا لازم أتابعه، بس أنا عايز مهاجم أو عايز مدافع قوي. المدافع القوي ده موجود في الدوري الممتاز؟ أه في اتنين موجودين، تعالوا نشوف كده القصة دي بتقول إيه. دي القصه بتاعه المدافع. اسامه جلال هو اختيار اول، كالوشا لاعب ام بي هو اختيار تاني. اسامه جلال الامور هتبقى يعني صعبه لان بيراميدز هيبيعوا مش هيبيعوا، الارقام هيعرفوا ياخدوا بكام ما اعرفش. ام بي هيعرفوا ياخدوا منها، ام بي في الشراء، ايمن الشريعي يعني الحقيقه من اشطر الناس في المجال ده في الشراء ارقام. ايمن الشريعي ناس واحد من الناس المنظمه ومنظمه فكريا وبيعرف يعمل صفقات بارقام كبيره، فالاثنين الصفقتين في صعوبه بعض، ولكن اختيارات كولر هي اسامه جلال ثم كالوشا ثم المغربي بيبص عليه. يبقى موضوع محمد عبد المنعم. محمد عبد المنعم عقده بيجدد، النادي الاهلي اخذ قرار ان هيرفعه للفئه الاولى، هيحطه مع كهربا وهيحطه مع محمد الشناوي وهيحطه مع السليه وحسين الشحات والمجموعه اللي موجوده. كلام كتير جدا على موضوع عبد المنعم، ارقامه عبد المنعم وعايز وضاعف وتريبل واصل والحكايه والروايه، كل الكلام ده مش مظبوط. تعالوا نشوف عبد المنعم قصته ايه. عبد المنعم لا بيتكلم في فلوس ولا عنده مشكله في الماديات ولا عنده مشكله في التجديد للاهلي ولا عنده مشكله في اي حاجه خالص. عبد المنعم كل القصه اللي بيبص لها ان هو يمضي من النادي الاهلي ويخرج للاحتراف من الباب الكبير، فكل اللي بيتفاوض عليه دلوقتي هو بند الاحتراف، لو جالي عرض خارجي هعمل ايه؟
ولكن هو مش هيخرج غير من باب النادي الاهلي، عايز يخرج من الحته دي، عايز يخرج من باب الكبير. عبد المنعم لعيب كبير ومحترم وملتزم وبقى هادي والامور مشيت كويس، لان انا اكتر واحد قلت له اهدى، فلازم ما ابقى كويس، نقول ان الراجل بقى كويس، وبصراحه هو شخصيه رائعه جدا. كولر جاب كهربا قعد معاه وقال له عايزك تركز معايا الفتره الجايه، ماتشات سيمبا والماتشات القادمه انت معايا. مودست وكهربا هتبقى الافضليه لكهربا، المشهد حتى الان بيقول كده، حتى لو غير لو كولر عنده وجهات نظر اخرى. ندم كهربا الشديد كهربا عنده حاله ندم شديده جدا من ايقافه الماتشات دي بسبب الموقف الاخير. خلاص هو بينفذ عقوبات مباراه الدوري الممتاز، وشايف ان هو كان في عرض كل مباراه، لان دي كانت فرصته مع المنتخب، المنتخب عنده بطولات، الاهلي عايز يحط رجله بشكل اساسي، اما لعب كسر الدنيا. فكهربا كلامه مع المقربون، او بلاش كلامه مع المقربون، كهربا ليا انا ان هو ندمان مع الموقف ده، وعمر الموقف ده ما هيتكرر تاني، وان هو عرف 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 تمن الايقاف المباريات اما بتكون فورمه ايه. ده كهربا ليا انا شخصيا. فكهربا اللي جاي هيكون مختلف، هو الحقيقه كهربا بقى مختلف، بقى مختلف التزام، بقى مختلف هدوء، بقى مختلف اداء، ولكن التركات والحاجات اللي فيها حتى بعد الموقف اللي عدى وبعد العقوبه، كهربا مشي السطر كله اللي بيزقه بيقع ويقوم يضحك. فالراجل ماشي بشكل رائع جدا، نتمنى له ان شاء الله باذن الله كل التوفيق في القادم. مدرب الاحمال بيدي كولر فيديوهات، الفيديوهات دي بيطمن كولر على اللعيبه وازاي شغالين والسيستم اللي شغالين بيه. نروح بقى لاخبار نادي الزمالك. القصة الصعبة في نادي الزمالك ان اسوري رايح جاي، وعبد الواحد السيد خلاص مش عارف يعمل ايه، خلاص غلب. كم الاشاعات بصراحة داخل نادي الزمالك بقت كثيرة جدا، ودي دور على المجلس اللي جاي ان هو يهندل المسألة دي. كم الامور اللي هو اي موقف في الزمالك بيبقى قد كده لازم لها تقفيلة، والجهاز الفني الحقيقة معذور فيه. اسوري راح اجازة هرب، اسوري راح لندن مشي، اسوري راح في حتة جاله عرض، اسوري راح اصل مش راجع، اسوري عمل اصل سوى. الحقيقة ايه؟ نشوف. سوريو في اجازه عاديه، الراجل مساعد المدير الفني هو اللي اقام التدريب، وسوريو يوم الاربع بالليل فجر الاربع هيكون موجود في مصر، الامور ما فيهاش مشاكل، الدنيا هاديه، كله مستقر، ما فيش اي موضوع، ولكن هي خلافات 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 خلافات، شائعات 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 شائعات. ده عمره ما ينصلح الحال، عمر الامور ما تمشي بالشكل ده، عمر الامور ما تمشي بالشكل ده. فالامور لازم تهدى داخل نادي الزمالك، وهتهدى، وبعد الانتخابات الامور هتكون اكثر هدوءا، الامور الماليه هتكون افضل، اللعيبه هتبتدي تستريح بشكل كبير، تتادي بشكل افضل، ابتدت نغمه ان الزمالك منافس مهما يكون الظروف، الزمالك منافس مهما يكون الظروف، ودي على فكره حقيقه، لان عنده قوه جماهيريه كبيره جدا جدا جدا. فاعتقد ان الناس ما تقلقش، والناس تساند حاجتها، كل واحد يبص في ورقته ويساند حاجته. ناديك يناديك، ناديك يناديك، ناديك محتاجك في الوقت الصعب، لازم تقف وتكون مساند وتزق عشان تجيب مكسب. ما انت جربت المكسب سنتين واخدت الدوري سنتين ومشيت معاك الامور بشكل جيد، يعني الدرس ده ياما دقت على راس طبول زي ما بيقولوا كده بالبلدي. فلازم الامور تبقى بهدوء،
مش اشاعه تطلع الناس تجري وراها، وده تطلع مش عارف تروح فين، وده رايح فين، وده قعد مع مين. اهدوا، وكمان اللعيبه لازم يبقى فيه تركيز مختلف عن كده. انا بشوف وانا بتكلم على هنا عن مجلس رحل، يعني انا بتكلم في الزمالك عن ناس رحلت، مش ناس لا هتنجح يوم الجمعه ولا ناس قاعده ولا حاجه خالص، انا بتكلم على ناس مش نازله حتى انتخابات ومش موجوده، بتكلم على المجلس السابق. بعد ناس تقول لك ايه، سامسونج، بوطيب، علي، محمود، الناس دي وفلوسها. بشوف برامج كتيره جدا دلوقتي بتتكلم بالشكل ده. طيب كويس جدا حضرتك، طب ما هو في فرجاني وفي بن شرقي وفي حاجات كتيره جدا جدا جدا، كل ده الناس ما بتتكلمش عليه ليه؟ وفي كل انديه بتجيب 7-8 صفقات، 6 بيشتغلوا واثنين لا، او 6 بيكسروا الدنيا واحد لا، وفي الاهلي وفي بيراميدز وفي انديه كتيره جدا. فده موجود في عالم كره القدم في اي حاجه. هبص على نص الكوبايه الوحش بس، هبص على نص الكوبايه الفاضي بس، فده هنا مش عدل. سامسون ده ليه قصه. هل نبيل الطرابلسي قال كده فعلا؟ قال ان الراجل ما ينفعش ومنتخب بنين والراجل وزنه زايد ولا لا؟ نشوف. كلام ما قلت الكلام انه وزنه ثقيل والحاجة، قلت انه كما قلت انا، قلت انه ما هوش وقت الحالي، عندنا شكون في مكانه، وعمم الكلام المدير يعني قنت روعه وما تكلم عن الموضوع هذا، يعني ما تكلمش عن الموضوع هذا. كلامي قلت انه سامسون اللاعب بالزمالك قاعدين يتابعوا فيه، وقت الحالي مش قاعد يشارك كثير، ولكن قادر للمتابعة في أي لاعب وفي مكان، وفي لاعبين الوقت الحالي في مكان لاعبين حاضرين بدنيا، يعني هذا أكثر ولا شيء، أكثر شيء قلته. ادي القصه من طاطا لسلام عليكم. واحد يقول لك يا عم الزمالك بتدافع عن اللعيب، هو انت شفت منه حاجه؟ هو الراجل لعب، حتى لو ما لعبش، حتى لو ادى بشكل جيد او ما اداش، هو لعيبه ولازم تحميه وده الطبيعي. كلام الراجل ما قالوش خالص، قال لك ده تصريحات المدرب العام لمنتخب بنين. الراجل طلع معانا في تصريح اهو، قال ولا انا ما قلتش الكلام ده خالص ولا الكلام ده، التصريحات دي جت منين اصلا؟ ومفيش اصلا موضوع، مفيش اصلا موضوع. ف ده يعني ردا بس على هذه المسألة. الجزيري بيتجهز بشكل جيد، وإن شاء الله بإذن الله هيكون جاهز الفترة اللي جاية. حسن غنيمة عمل لقاء مع الحاج أيمن مصطفى، عمل لقاء مع الحاج عامر حسين. الحاج عامر حسين دايما كان الناس تتهمه، وانت بتاع المؤجلات وانت والجدول والقصة وتزنق الفرق وتزنق المباريات. وانا بشوف عامر حسين ده واحد من الناس الحقيقة يعني المحترمة جدا في المجال اللي بكن لهم كل احترام، ومنظم بشكل كبير، وادى الكورة سنين كتيرة جدا من عمره بلا مقابل. انا جايب لكم حاجة كده هقول لكم عامر حسين ده كويس ولا وحش، ومش هنا في مصر. انا جايب لكم مباريات سان داونز الفترة اللي جاية بعد قرار رابطة الدوري الجنوب أفريقي بالموافقة على مشاركة سان داونز في الدوري الأفريقي. تمت إعادة برمجة مباريات سان داونز. أكيد اتفتح له بقى، يعني مثلا أهو سان داونز هيلعب في الكاس يوم 18 أكتوبر، المباراة اللي بعديها تبقى إيه؟ بشهر مثلا. سان داونز يواجه بيترو أتلتيكو 21 أكتوبر في أنجولا بالدوري الأفريقي. سان داونز يواجه وينتظر بيترو أتلتيكو يوم 24 أكتوبر. سان داونز يلعب مباراته في الدوري 26 أكتوبر. سان داونز حال تأهله يواجه الأهلي أو سيمبا يوم 29 أكتوبر. سان داونز يلعب العودة خارج أرضه 1 نوفمبر. ده جدول مباريات سان داونز. ده الجدول ده يمشي، الجدول ده يقدر عامل حسين يعمله أو يتحرك فيه بالشكل ده. أهدي الأرقام اللي قدامنا عشان اللي كان بيعمله عامر حسين لما كنا بنقف نقول التعامل مع الاتحاد الأفريقي وجدول الاتحاد الأفريقي صعب، كانت الناس بتقول قص الوضع. أدي أهو اتحاد، أهو جنوب أفريقيا، بصوا عمل الجدول إزاي لسان داونز.
خلصنا اخبارنا الاستاذ طارق الادور وماهر جنينه بعد الفاصل بعد لقاء الحاج عامر حسين. للمعسكر بشكل عام وتجربه الجزائر الهامه جدا بكل التاجيل. الحمد لله المعسكر يعني احسن ما يرام والامور كلها كانت منظمه. لازم نشكر مجلس ابو ظبي والشركه المتحده كل الناس ونشكركم اولا واخيرا على المجهود اللي انتم عملتوه والتغطيه الممتازه اللي عاملينها. الحمد لله المعسكر من اول يوم في نظام في سيطره على الامور كلها، مواعيد التدريب مواعيد الوجبات كل الامور الحمد لله اللي تحتاج اي معسكر موجوده، كل اللي بنطلبه موجود. فندق الاقامه بجانب ملعب التدريب جنب ملعب المباراه، فكل الامور حقيقه الحمد لله ما لقيناش اي صعوبه في خلال المعسكر، بالاضافه طبعا الى التزام اللاعبين كلهم والقياده الواعيه للكابتن محمد صلاح بالنسبه للاعبين، لانه عنده القدره وعنده الموهبه ان هو بيجمع كل اللاعبين حوالين هدف واحد اللي هو اللعب منتخب مصر واسم منتخب مصر ومنتخب كويس. فالمباراتين كانوا تجارب قويه، وطبعا معانا الحقيقه مستر فيتوريا بخبرته الكبيره جدا، الراجل قادر ان هو يظبط الامور كلها وعنده مجموعه كبيره من اللاعبين علشان يقدر ينظم دقائق اللعب اللي يستخدم كل لاعب موجود، لان عندنا فريقين الحمد لله كلهم على اعلى مستوى، عدد لعيبه كبير وفي اماكن واحده، فبالتالي هو عنده القدره على القياده والسيطره على مجموعه اللاعبين دولت، لان من المرات القليله ان احنا كنا كاملين فيها يمكن فاضل بس بره 2-3. ولازم نشكر كابتن حجازي طبعا على ان هو جه وقف وساند الفريق قبل المباراه، ومستر فيتوريا بيحب يلم الناس كلها الحقيقه وبيدي روح طيبه جدا وفي هدوء بس بشخصيه قويه. من جديد اعزائي المشاهدين، دكتور طارق مشرفني النهارده دي. اهلا بيك يا كابتن سيف. ازيك يا فندم؟ اهلا بيك وخالص التعازي الاول كده على الاحداث اهلنا في غزه، والحقيقه كلنا قلبنا بيتقطع، بس طبعا ما باليد حيله، احنا بنعمل طبعا كلهم في مجاله، لكن طبعا قلوبنا تحترق يعني. طبعا ربنا يا رب يعديها على خير. ماهر مشرفني النهارده. اهلا بيك كابتن سيف. اخبارك ايه؟ كله بخير الحمد لله. كله كويس؟ كله تمام الحمد لله. رايك امبارح في اداء المنتخب؟ يعني اكيد ان المنتخب المصري ظهر بشكل جيد جدا، حتى تعامل روي فيتوريا مع المباراه تعامل معاها بشكل جيد جدا، استفاده كبيره لمنتخب مصر ان هو يقابل منتخب قوي زي منتخب الجزائر. هي المباريات دي اللي بتقدر تستفاد منها، تقدر تشوف ايه العيوب اللي عندك، تقدر تتدارك العيوب قبل البطوله الكبيره، قبل بطوله الامم الافريقيه. توقعت هذا الاداء؟ لا صراحة ما كنتش متوقع الأداء ده تحديدا. كمان بعد طرد محمد هاني الراجل فيتوريا تعامل بشكل ممتاز مع اللقاء. صح. كان بيلعب مدرب قوي، مدرب ذكي، جمال بالماضي، منتخب الجزائر واحد من المنتخبات الكبيرة في القارة الأفريقية، منتخبات المرشحة لبطولة الأمم الأفريقية. شايف التجربة دي كانت تجربة مفيدة جدا، واحد من أهم المباريات الودية اللي منتخب مصر يقدر يستفاد بيها ويدخل بيها بطولة الأمم. صح. الأفريقية القادمة، عنده ثقة كبيرة جدا. فيتوريا رأي حضرتك فيه ايه؟ قبل الماتش وبعده ولا هو رأيك واحد؟ لا انا رأيي ما مش هيتغير. ليه؟ لان فيتوريا الحقيقه تعامل مع المنتخب تعامل جيد جدا، بداية من عناصر اللي اختارها. حاجة انا اشدت بيها في فيتوريا انه اختار حتى هذه اللحظة 72 لاعب للمنتخب وهو لاعب 11 مباراة،
72 لاعب، ده عدد كبير جدا. من ال 72 لاعب اللي اختارهم اشترك فعليا في المباراه 46 لاعب. معنى كده ان تقريبا اربع فرق كامله لعبت مع المنتخب. يبقى اديت فرصه لكل الناس ولا لا؟ ده اول عنصر للتقييم. تاني عنصر لتقييم فيتوريا اختيار طريقه اللعب 4-3-3 وتثبيت طريقه اللعب على 4-3-3 مهما اتغيرت الوظائف فيها. لما جاي واجه زامبيا بعد ما خسر قدام تونس لعب بثلاثه في نص الملعب، الثلاثه محاور ارتكاز، غير في مباراه الجزائر رغم انها مباراه اصعب الى لعيب على الطرف ولعيب على الطرف وبينهم اللاعب الارتكاز واحد اللي هو النني، يعني كان طارق حامد ارتكاز في المباراه الاولى وعلى يمينه كان النني وعلى شماله حمدي فتحي، المباراه الثانيه بقى زيزو هو اللي على اليمين وفي النص النني وعلى الشمال حمدي فتحي. ثالث عنصر ان هو كيفيه تعامله مع المباريات، مباراه الجزائر دي من المباريات الصعبه جدا، يعني من اذا اردت ان تختبر قوتك اختبر قوتك مع الكبار. بمعنى ايه؟ انت بتختبر قوتك مع الدول الكبيره، يعني ما كانش مثلا نقدر نختبر قوتنا مع ليبيريا ومع النيجر، الفرق بعض الفرق اللي لعبناها، لكن لما دخلت مع زامبيا فريق متوسط بس يعني يقترب من مستواك، ثم جيت بتلعب الجزائر هي سبقك في التصنيف وكنت متقدم عليها وانت ناقص كمان، فده كان اختبار حقيقي للقوه قدام منتخب تقيل زي منتخب الجزائر. يعني الاختبار انا بشوفه انه اصعب اختبار كان لفيتوريا في كل مباراه حتى اصعب من بلجيكا كان هو لقاء الجزائر. للعوامل الثلاثه اللي انا ذكرتها دي في التقييم الحقيقه فيتوريا ياخد 9/10 حتى الان في ادائه مع المنتخب. ممكن نشوف اخر تصنيف عامل ازاي ونرجع تاني. فاكر ما كنت بتكلم انا وانت عن التصنيف دايما كنا بندور على تصنيف كانت معلقه تقريبا مع الجزائر او مع السنغال. السنغال السنغال كان في التصنيف الاول في أيوة. الفتره لا كنا احنا معلقين مع نيجيريا. نيجيريا كانت مع نيجيريا وكان فارق بيننا 3 4 نقاط وهم لعبوا مباريات اكتر مننا، كان في وقت اللي هو كان حسام البدري موجود ما لعبش عدد من المباريات. بس الموقف ده اخذ مننا ماهر اللي هو ايه كان في كمان عندنا ماتشات وديه وتاخرنا والتصنيف مظبوط دفعنا ثمن التصنيف غالي. اكيد اكيد يعني موضوع التصنيف تحديدا بيفيدك انك في القرعه حتى قرعه بطوله الامم الافريقيه انت موجود فيها تصنيف اول، قرعه كاس العالم انت موجود فيها تصنيف اول، دايما فرق التصنيف الاول هي الفرق المقدمه، الفرق اللي بتيجي معاك في المجموعه بعد كده في التصنيف الثاني بيكون مستواها اقل منك، طبيعي ان المغرب يكون في التصنيف الاول، ارقام كبيره عملوها في كاس العالم انجازات كبيره، السنغال في المركز الثاني طفره كبيره جدا لكره القدم السنغاليه الوصول لكاس العالم وتحقيق بطوله الامم الافريقيه فادتهم كتير جدا. التصنيف هو ترتيب عادل؟ لانه تراكمي فهو بعد تعديل التصنيف على لا مش قصدي يا دكتور لا انا قصدي التصنيف ده يدل على قوه الفرق؟ طبعا يعني تراكمي. التصنيف رقم واحد هو اقوى منتخب، التصنيف رقم اثنين هو اقوى منتخب، هو مش لازم يكون بين يعني احنا كنا رابع وخامس مثلا الجزائر رابع واحنا خامس ما احنا كنا ممكن نكسب الجزائر وعلى فكره لو كنا كسبنا الجزائر كنا احنا بقينا الرابع. تخيل ان كان الفارق في نهايه اللي انت عرضته دلوقتي في شهر سبتمبر 6/10 نقطه، يعني نص نقطه تقريبا بين مصر والجزائر. مصر والجزائر لعبوا ايه في التوقف دوت؟ الجزائر لعبت مع الراس الاخضر كسبت 5-1 ومصر لعبت مع زامبيا كسبت 1-0 فمصر خدت من الفوز على زامبيا 3.1 نقطه. في المقابل الجزائر خدت من الفوز على الراس الاخضر خدت 3.4. هتقول لي اشمعنى؟ لان طبعا مصر والجزائر اما مصر فرق الترتيب ده ليها حسبه ومعادله كده صعبه شويه تخلي ان في النهايه كان هيبقى لو مصر كسبت الجزائر كنا هيبقى فرق 8 نقاط بيننا، يعني احنا اللي كنا هنتفوق على الجزائر بفرق 8 نقاط لان الفوز ده كان هيدينا 5 نقاط ويخصم من الجزائر 5 نقاط. فبالتعادل التعادل ده احنا زدنا على الجزائر بواحد من عشرة من نقطة وهو كان فارق نقطة فيعني مش هتفرق. قادرين ننافس على كأس الأمم الأفريقية؟ أكيد منتخب مصر يعني قادر أنه ينافس في بطولة الأمم الأفريقية
القادمه. منتخب مصر زي ما شفناه امام الفرق الكبيره زي امام منتخب الجزائر ظهر بشكل جيد جدا. منتخب مصر دايما في التجمعات بتحس انه اداؤه مختلف. يعني معسكر الامارات تحس انه كان تجمع بشكل جيد جدا، تحس بس إنه المغرب جاي بهبه كبيره. لا اختلف معاك كابتن سيف، المغرب ظهوره في كاس العالم ظهر بشكل جيد جدا، حتى وليد الركراكي نفسه تصريحاته بيتكلم فيها بيقول ان منتخب المغرب مش من الفرق المرشحه ان هي تحقق بطوله الامم الافريقيه القادمه. ازاي؟ هو وليد الركراكي اللي قال كده. بس هي خدعه يعني. لا ما اعتقدش ان هي تكون خدعه يعني. وليد الركراكي النهارده انت يعني في ناس بتتكلم يعني بياخدوا تصريحات وليد الركراكي بيقولوا ان هو بيشيل الضغط من على لعيبته. لا انت فرقه عملت ارقام كبيره في كاس العالم ووصل لدور قبل النهائي ربع كاس عالم بالظبط. انت ان انا مش محتاج بالظبط، مش محتاج انك تشيل الضغط من على لعيبتك. وانا شايف ان وليد الركراكي اخطا في التصريحات دي. منتخب المغرب كلنا مستنيين ونشوف بقى في بطوله الامم الافريقيه هيعمل ايه. شفناه على الصعيد العالمي بيعمل ارقام في كاس العالم في الدور قبل النهائي متواجد. اما يجي مدرب بحجم وليد الركراكي بيقول انا اخر مره شفت المغرب في النهائي انا كان عندي شعر فيها، انا ما يعني التصريحات اللي بيتكلم بيها وليد الركراكي انا استغربت اصلا من التصريحات اللي كان بيقولها. في ناس يعني بتحاول تجمل التصريحات بتقول ان هو بيشيل الضغط من على اللعيبه، لكن انا شايف وليد الركراكي اخطا. بس الكبير ما يقدرش يشيل الضغط من عليه، يعني ما يقدرش النادي الاهلي يخش بطوله افريقيا ويقول ان هو مش مرشح الفوز بيها. اكيد ما يقدرش يقول انا بعيد السنه دي، يعني في حاجات كده ما تقدرش. انت كبير وصفتك ان انت مصنف وصفتك ان انت من الناس المرشحه، فتصريحات ما اعتقدش ان هي في محلها. انا وجهه نظري ان هو اخطا في التصريحات ديت، لانك انت حتى لو عايز تشيل الضغوط ده كانت مدرسه قديمه شويه من ايام الجوهري. جوهري لما قال احنا هنطلع ال 12 بين 16 فريق في كاس الامم وخدنا كاس الامم في بوركينا فاسو. يمكن في ناس بتمشي على الخط ده، لكن خلاص بقى مع الانفتاح الاعلامي. بس ممكن يكون الكابتن جوهري في التوقيت ده رايح برضه فرقه هو متوقع لها كده فبيشيل الضغط، لكن انت رايح بفرقه بالزبط. انت بتنافس بالظبط، مش محتاج تعمل. احنا ما كناش فرقتنا يعني اللي كان فيها حسام حسن واحمد حسن وياسر رضوان ومحمد عماره وهاني رمزي وسامي الشيشيني، ما كانتش فرقه يعني واقعه. ان انت القيمه التسويقيه للمنتخبات تفرق يعني. منتخب صاحب اكبر قيمه تسويقيه هو ده المنتخب الاقوى؟ لا، شوف انت لسه سائلني على التصنيف. التصنيف مع سير يعني، لو عملت التصنيف النهارده او من اسبوع بس ممكن ما يكونش معبر قوي، لكن كون التصنيف ده عمليه تراكميه فانت نتائجك على المدى الطويل بتتجمع مع المنتخبات الثانيه. انا بتكلم عن القيمه التسويقيه معبر يعني، التصنيف معبر. اما القيمه التسويقيه انا ممكن لاعب واحد في منتخب يكون 800 مليون وبقيه الفرق كلها اهو، انا مثلا ادي القيمه التسويقيه مش هتكون معبره. لا ده انا ممكن عندي لعيب واحد في منتخب زي منتخب السنغال زي ساديو ماني مثلا يعلي قيمه الفرقه كلها. ده ويكون هو اللي حضرتك بتقوله هو اللي على الشاشه. صح بالظبط بالظبط. لا يعني منتخب الكاميرون الرابع، منتخب غانا ثالث، لكن السنغال تاني، غير معبر بالمره. فاكر انت الفريق بتاع حسن شحاته في 2006 و2008 و2010 كان القيمه التسويقيه بتاعته قليله جدا بعد العاشر. يعني كان كل فرق الكاميرون وكوت ديفوار وغانا ونيجيريا كل ده كان سابقنا. لكن احنا كنا خدنا البطوله. مين احسن قبل ما اطلع فصل يعني، مين احسن لعيب امبارح في منتخب مصر تريزيجيه في منتخب في المباراتين بتوع مصر تريزيجيه؟ تريزيجيه اكيد بيظهر بشكل جيد مع منتخب مصر، تحس انه عنده دافع كبير جدا زي لعيبه منتخب مصر. بس بيكون هو دايما اللاعب الافضل، حتى تصريحاته بعد اللقاء امبارح بيتكلم عنده اصرار كبير انه يعمل حاجه مع الجيل المتواجد حاليا يحقق بطوله الامم الافريقيه القادمه وكمان التاهل. عايز منك سلوجن او عنوان على تصريح جمال بالماضي امبارح ان ما كنتش اتمنى الطرد. يعني جمال بالماضي من واحد من المدربين من غير شرح، انا عايز يعني لازم اطلع فاصل. لا تصريح يعني من وجهه نظري شايف جمال بالماضي مدرب ذكي، هو يعني كان قصده ما ينفعش اختصر التصريح ده في كلمه واحده او في حاجه. ثلاث كلمات. مدرب جمال بالماضي مدرب ذكي. مدرب ذكي. دكتور بيعمل للمستقبل. بيعمل للمستقبل. انا اقول هو متوقع ان هو هيخش مع مصر في منافسه. اقول لحضرتك الرد بتاعي يعني بشكره جدا جدا، لان ده ادالنا قيمه كبيره. دايما لما بتكون بتلاعب فريق 10 وتحس ان ما حسيتش بالعجز العدد النقص العددي، وان الفريق ده كان عنده حماس او الطرد ده زاد حماسه، فتقول انا ما كنتش اتمنى الطرد. لان الطرد زودك حماسا وقلل فرقتي، لان انا بلعب زياده واحد. فان انت تقول ان انا ما كنتش اتمنى الطرد ده شيء
يعني مهم قبل جدا. قبل ما تطلع الفصل ده كان مدير فني برازيلي شهير جدا تيلي سانتانا كان اتكلم في فتره التمرينات، قال لك الفريق اللي بينقص لاعب كل لاعب بيزود جهده بحوالي 15% زياده. أيوة. فالنتاج بيكون اكتر من اللاعب اللي ناقص. سمعت حضرتك على تعليقك في الدوري الممتاز في الماتشات اللي حصل فيها كده، والنتائج كانت كلها العكس او كانت حاجه سلبيه. نطلع فصل ونرجع نكمل بعد الفصل. نرجع تاني بقى قبل ما نكمل حديثنا عن المنتخب، علي معلول بعد القصه دي كلها ما لعبش. لا، لعب اللقاء الودي الاول اللي كان امام المنتخب التونسي، كان عنده لقاءين وديين، واحد امام المنتخب الكوري وامام المنتخب الياباني. لعب اللقاء الاول ما كانوا سابوه الماتش التاني. لا، هو كان عايز اقول لحضرتك ان حاجه بتورينا قد ايه قوه النادي الاهلي في القاره الافريقيه ومدى العلاقه اللي بتربط النادي الاهلي وبين كل المنتخبات في القاره الافريقيه، اللي اللعيبه المتواجده في النادي الاهلي وبتلعب في منتخبات افريقيه النادي الاهلي كان متكلم معاهم عشان يريح اللعيبه دي، وتحديدا علي معلول. كان في حصل حديث بين اداره النادي الاهلي واداره المنتخب التونسي وتحديدا جلال القدري. علي معلول لعب اللقاء الاول ولن وما لعبش اللقاء الثاني عشان يريحوه لرحله تنزانيا. عندي بقى نقطه ثانيه المفاجاه، يعني كان مرياح برضو لاعب اساسي في صفوف الترجي وعنده لقاء مهم في بطوله الدوري الافريقي، بس جلال القدري اصر ان هو يشركه في اللقاءين. الاهلي هو المصنف رقم واحد في البطوله دي يا دكتور. طبعا هو المصنف رقم واحد على مستوى افريقيا، وهو المصنف الاول في حتى بطوله الدوري الافريقي. النادي الاهلي هيلعب مباراه الافتتاح قدام سيمبا. سيمبا واحد من القوى الافريقيه القادمه بقوه جدا. فريقي تنزانيا الحقيقه سيمبا ويانج افريكانز الاثنين واصلين الى دوري المجموعات في دوري الابطال، والاثنين فريقين يعني جيدين جدا. يانج افريكانز يمكن هو اللي فاز بالدوري التنزاني اخر سنتين بعد اكتساح 4 سنوات متتاليه لسيمبا. فسيمبا من الفرق اللي هتبقى قويه في منافسه الاهلي في المباراه الاولى. بس انا عايز بس اعقب على حاجه بس بخصوص المنتخب التونسي علي معلول. يبدو ان جلال قدري مش في دماغه قوي انه يلعب علي معلول كباك شمال، يعني علي معلول خلاص مش هيلعب باك شمال في المنتخب التونسي. المنتخب التونسي حول طريقته الى 3-4-3، غالبا بيلعب الثلاثه اللي ورا ياسين مرياح ومنتصر الطلبي وعلي العبدي اللي هو لاعب باك شمال اساسي في منتخب تونس في كاس العالم الاخيره، يمكن اخر مباراه بس اللي علي معلول لعبها كباك شمال، علي العبدي هو اللي بيلعب كسنتر باك من الثلاثه اللي ورا وبيميل شويه ناحيه الشمال. النهارده هو لعب اسامه الحدادي، جرب علي معلول، لعبه في المباراه الاولى مع الثلاثه دول كجناح مدافع شمال 3-4-3، واحد من الجناحين. والمباراه الثانيه ديت لعب اسامه الحدادي اللي هو بتاعه النهارده قدام اليابان. فانا شايف ان علي معلول ممكن ما يكونش له دور كباك شمال خلاص، هيبقى جناح، يعني جناح من وسط الملعب. طب نشوف اخر تصنيف كده للانديه في اخر 5 سنين.
دخول بيراميدز في التصنيف شيء جيد برضه. اكيد يعني مشاركات القاريه فرقت مع بيراميدز بشكل كبير في بطولات الكونفدراليه، وكمان وجوده في بطوله دوري ابطال افريقيا الموسم الحالي هيفرق معاه، لكن يظل الاهلي هو صاحب التصنيف الاول. الاهلي بطل افريقيا الموسم الماضي، الاهلي واحد من المرشحين للدوري الافريقي ولا بطوله دوري ابطال افريقيا الموسم الحالي، وتحديدا الافتتاح اللي هيكون امام سيمبا يوم 20، اللقاء اللي هيكون يوم 20 هيكون واحد من اهم اللقاءات للنادي الاهلي افريقيا انطلاقه. الافضليه مين في اللقاء ده؟ اكيد الافضليه للنادي الاهلي، لكن اللقاء مش سهل. الافضليه هي اكيد للنادي الاهلي بامكانيات النادي الاهلي وتاريخ النادي الاهلي واسماء حتى لعيبه النادي الاهلي، لكن اللقاء مش سهل. سيمبا بيستعد بشكل جيد جدا. عاوز اقول لحضرتك حتى التصريحات اللي جايه كلها من تنزانيا فيها شيء من الغرور، فيها شويه غرور. روبرتينيو بيتكلم بيقول احنا الحاضر، مش بنتكلم على التاريخ، الاهلي ليه تاريخ بس احنا بنعترف بالحاضر. ده كلامه الاهلي الحاضر والتاريخ بالظبط، دي النقطه كنت لسه اقول لحضرتك الكلمه دي بالظبط. بالظبط، حتى المتحدث الاعلامي علي عندهم هناك كان لسه بيتكلم النهارده وعامل تصريحات قال احنا نقدر ننتصر على الاهلي، نقدر نغلب الاهلي. هذه التصريحات اللي بيقولها ده شيء طبيعي بيحفز بها اللعيبه، لكن الشيء بقى كابتن الحاجه اللي عايز اوريها لك ويعني وحاجه في القاره الافريقيه منتشره، المنافسه بين الفرق اللي من دوله واحده. الراجل اتكلم على ماتش الاهلي من كلمتين وعمل بيان طويل عريض كله ضد يانج افريكانز، بيقول احنا اللي بنوصل بطوله الدوري الافريقي، بطوله الدوري الافريقي لو اختاروا فرقه من تنزانيا فهم اختاروا سيمبا عشان سيمبا الافضل، يانج افريكانز بعيد عن الساحه، احنا اللي بنجيب المباريات الافريقيه في تنزانيا. بس عارف دايما الديربي او المنافسه في البلد بتبقى هي دي القصه. بالظبط، في ماتش سيمبا تتفق مع ماهر يا دكتور؟ ماتش سيمبا في مباراتين، يعني انت دايما لما تتكلم على ماتش سيمبا مش هتتكلم على مباراه الذهاب اللي هي هتتعمل في دار السلام فقط، ولكن على الماتشين. الماتشين طبعا كفه الاهلي ارجح، لكن لا يؤمن عواقب اللعب على ملعب دار السلام ده. اخر مره الاهلي لعب فيها مع سيمبا نفس الفريق في دوري الابطال من سنتين كان خسر 1-0، وكان مباراه كانت سبب في انتقال ميكيسوني للنادي الاهلي بعد كده لما انتقل للنادي الاهلي، لانه عمل مباراه عمره وقدم مباراه كبيره جدا، وغير انه سجل الهدف هو كمان كان يعني ضيع 3-4 فرص على الاقل. فكانت مباراه تقيله قوي على النادي الاهلي في الاجواء ديت اللي بيلعبوا فيها في دار السلام، لكن اعتقد ان الاهلي لو خرج بنتيجه ايجابيه حتى لو كانت التعادل هيبقى كفته ارجح طبعا بكتير في مباراه العوده في القاهره. قلت لي على علي معلول في المنتخب، علي معلول في الاهلي قدر كام سنه؟ بص، علي معلول يلعب كومبيتيتيف، يعني انا بتكلم على يعني يلعب بكل القوه ديت السنة دي، ممكن السنة اللي جاية يبقى يقل شوية يعني. طبعا مع السن علي معلول ماشي في 34 سنة، فطبعا أكيد مع السن في لعيب بيعمل المشاوير ديت يتأثر. لكن كان كولر ذكي جدا. كولر ذكي ازاي؟ ان هو بيولي مهام دفاعيه للعيبه تانية في الملعب عشان تخليه ياثر السبرنت اللي بيعمله بطول الملعب. يعني علي معلول مثلا اللي هو في 2016 و2017 و2018 كان ممكن يعمل 20 سبرنت بطول الملعب اللي هو 100 يارده، 100 يارده من الحاله الدفاعيه للحاله الهجوميه. تلاحظ ان علي معلول بقى بيعمل السبرنت ده من نص الملعب بس، فبيعمل نص المسافه. فانت لما تعمل مثلا 20 سبرنت ب 100 يارده غير اما تعملهم ب 45 يارده او 50 يارده فقط. هو ده ذكاء كولر في الفتره الاخيره. حتى انا لسه بقول لك في المنتخب التونسي ما بقاش بيلعب باك. علي العبدي هو اللي ممكن يقوم بالحته ديت، لكن هو لما يلعب واحد من الاربعه في نص الملعب على الطرفين فبيعمل برضو السبرنت في مسافه اقل من الملعب، وده ذكاء كلا المدربين انه يستغل قدرات علي معلول في حته اقل، مساحه اقل من الملعب. هل في القاره الافريقيه افضل من محمد الشناوي حاليا؟ لا، في داخل القاره الافريقيه على صعيد الانديه محمد الشناوي يظل واحد من الافضل الحراس في القاره الافريقيه. دي حاجه بتورينا كابتن ان يعني وحتى على صعيد الحراس المحترفين اللي بيلعبوا في المنتخبات الافريقيه محمد الشناوي وياسين بونو يعتبر الاثنين متساويين مع بعض. دي حاجه بتورينا قد ايه الدوري المصري دوري قوي جدا، دوري بيطلع لك لعيبه تقدر تستفاد بيهم في منتخب بلدك، تقدر تجاري بيهم منتخبات كبرى عندها لعيبه محترفه في اوروبا. انت جاريت منتخب الجزائر اللي عنده كل اللعيبه عنده محترفه، وانت كان عندك مجموعه من اللعيبه المحليه بتلعب في صفوف منتخب مصر. صح. نطلع فاصل ونرجع بعد الفاصل نكمل مع النجوم.
مجموعة الأهلي أسهل ولا مجموعة سان داونز ولا مجموعة بيراميدز؟ يعني مجموعة بيراميدز واحدة من أصعب المجموعات في بطولة دوري أبطال أفريقيا، هي المجموعة الأصعب، مجموعة كده كابتن تخيل فيها سان داونز، فيها بيراميدز، فيها مازيمبي العائد بقوة مع مدرب جديد وجيل جديد. وعاوز اقول لحضرتك في مشكله عند مازيمبي، مازيمبي كان المفروض يلعب لقاءاته في بطوله الدوري الافريقي امام الترجي في الكونغو الديمقراطيه، ولكن هناك يعني على حسب بيان مازيمبي في تعنت من جانب الحكومه هناك ان هم ما اصدروش تاشيرات لاعضاء الاتحاد الافريقي اللي المفروض يكونوا متواجدين في اللقاء ده في الكونغو الديمقراطيه، وعشان كده الترجي هيواجه مازيمبي في ملعب دار السلام في تنزانيا، هو نفس ملعب لقاء الاهلي امام سيمبا، وهو هيكون لقاء فريق مازيمبي، وهيخرج يلعب الترجي. المنافسه ما بين بيراميدز وسان داونز في المجموعه دي، المنافسه بين بيراميدز وسان داونز انا شايف مازيمبي كمان عائد بقوه، مازيمبي هيكون منافس وخصم عنيد. الراجل رئيس النادي رجع بقى بقوته، صفقاته الجديده، وجايب صفقات دوليه ولاعيبه كبار ومدرب جديد، لا هيكون خصم عنيد. مجموعه الاهلي يا دكتور، الاهلي هو الاقوى. بص دايما اما تيجي تقيم اي مجموعه بتقيم على ضوء المستوى الحالي، ماليش دعوه بالاسماء الكبيره. فعلى ضوء المستوى الحالي مجموعه الاهلي تعتبر اسهل من مجموعه بيراميدز. الاهلي معاه طبعا يانج افريكانز، واحنا قلنا ان هو فريق التنزاني الثاني بيلعب سيمبا في الدوري الافريقي، وبيلعب يانج افريكانز فريقي اهلي وزمالك تنزانيا، يعني بيلعبهم في بطولتين مختلفتين. بيلعب عنده في مجموعته شباب بلوزداد، انا بعتقد ان شباب بلوزداد هو المطارد المباشر مع الاهلي في هذه المجموعه، يعني هو الاقرب من يانج افريكانز شويه. شباب بلوزداد فريق جدد حتى نفسه، وعاد ماركوس باكيتا مكان طبعا فاندن بروك اللي هو اللي كان مدرب الوداد في العام الماضي في دوري الابطال، مشي وجاء ماركوس باكيتا اللي هو كان جاء درب الزمالك كده في 2016. فالفريق مجدد وعنده لعيبه جيدين، يمكن هو استعان ببعض اللعيبه اللي كبروا في السن شويه وابتعدوا عن منتخب الجزائر زي عدلان جديورة، كان لعيب نص ملعب رائع جدا في 2019 مع الجزائر في كاس الامم، وكذلك في 2021. برضو رايس مبولحي الحارس العملاق واللي كان مع منتخب الجزائر في الفتره تالق منتخب الجزائر في الاعوام الخمسه الماضيه، برضو راجع للفريق. عندهم هم مجموعه لعيبه جيده، اعتقد ان شباب بلوزداد هيكون هو الاقرب في المنافسه. اما ميدياما الغاني ففريق جديد لسه، كل لعيبته من غانا بس، ما عندوش غير لاعبين فقط، حارس مرمى ولاعب نص ملعب من كوت ديفوار، لكن مجهولين، لعيبه مش كبار يعني. بقيه اللعيبه كلهم من داخل الدوري الغاني، وبالتالي مش حتى لعيبه محترفين من داخل القاره الافريقيه. وبالتالي انا بعتبر ان فرص الاهلي كبيره جدا للصعود من المجموعه ديت، والاقرب للصعود مع شباب بلوزداد. هل النادي الاهلي في افضل حالاته من سنين؟ يعني عنده افضل قماشه، عنده افضل سكواد دلوقتي؟ هو ما فيش شك ان الاهلي طور في القماشه بتاعته، بالذات في الفتره اللي رجع فيها للفوز بدوري الابطال. هو كان بعيد عن دوري الابطال من 2013 لما خدها 2020، ابتدى المجموعه بتاعت 2020 دي اللي هو كان نهائي القرن بالاهلي والزمالك، اتطورت سنه بعد سنه. الافضل دلوقتي هي افضل، انا بعتقد اللي خلاها افضل كمان التطوير اللي عمله مارسيل كولر في بعض اللعيبه، في مستويات بعض اللعيبه. احنا شايفين حمدي فتحي مثلا بعد سنه واحده مع كولر ازاي اتطور في الناحيه الهجوميه. كنا عارفين حمدي فتحي هاف ديفندر مركز 6، ممكن كان بيلعب ليبرو في وقت موسيماني شويه، لكن ازاي اتطور في الناحيه الهجوميه. نعم، مروان عوض حمدي طبعا ما فيش شك ان مروان عوض حمدي فتحي بشكل كبير جدا. افضل صفقه للنادي الاهلي في السنتين ثلاثه اللي فاتوا، يعني اكيد صفقه مروان عطيه واحده من الصفقات المهمه جدا للنادي الاهلي، قدر النادي الاهلي يستفاد منها بشكل كبير جدا، خصوصا ان بعد رحيل حمدي يعني فتحي. يعني رايك ان مروان هو الافضل؟ مروان هو الافضل وثبت نفسه ودخل في وسط. افضل من امام كهربا؟ يعني خليني اقول لك مروان هو الافضل. مروان هو الافضل. نطلع فاصل ونرجع بعد الفاصل نكمل حديثنا.
نرجع بقى للحديث شويه عن الدوري المصري. الدوري المصري خلاص ايام ان شاء الله باذن الله راجع وتمشي الامور. افضل افريقي في الدوري المصري مين؟ اكيد بستاو يعني افضل لاعب افريقي في الدوري المصري. لكن اليو ديانج هو الاعلى قيمه تسويقيا، لكن الافضل في الدوري المصري لاعب الخبره الاساسي في منتخب بلاده اللي دايما يعني كفته بترجع حاجات كتير مع النادي الاهلي هو بيرستاو، لعيب كبير. بيرستاو. دكتور مابولولو رايك فيه؟ مابولولو لعيب كويس جدا لو عرفت ان هو يعني كان هداف الدوري السنه اللي فاتت، والسنه دي هو متصدر لقائمه الهدافين طبعا مع بيرستاو 4 اهداف. ان مابولولو ده في سنه دي لم يسجل لمنتخب انجولا الا 6 اهداف، يعني جاب 6 اهداف لانجولا وجايب في ماتشين في الدوري جايب 4 اهداف، يعني معناه الحقيقه ان مابولولو النموذج اللي انا بعتبره للمهاجم في الدوري المصري الان، يعني النموذج للهداف اللي هو اللي موجود راس حربه بشكله التقليدي اللي هو بيلعب جوه الصندوق بيجيد ضربات الراس العاب الهواء، انا بعتبره النموذج بتاع المهاجمين. حتى ناس كتير دلوقتي بتقول زي الاهلي او الزمالك ما ياخدوش لعيب بهذه القيمه لان هو يفرق قوي مع فرقه عندها اطراف قويه يلعبوا كرات كتيره. يمكن كمان في ظل ان مارسيل كولر كان بيدور في المهاجم بتاعه على لعيب من الطراز ده، اما اختار حتى مودست اختاروا بناء على انه لعيب بيلعب تارجت، هو مش عايز لعيب يجي من تحت عنده مهاره عنده قوه عنده قدره على التسديد، لا هو عايز اللعيبه اللي بيلعب جوه الصندوق اللي هو من طراز مابولولو. فانا بعتبر ان مابولولو نموذج جيد جدا للمهاجم داخل الدوري المصري دلوقتي. شايف حضرتك ان ممكن يبقى في مفاجآت السنه دي في الدوري؟ لسه بدري قوي، لان انا عايز اقول لك ايه، اكتر من ان في مفاجآت في عوامل ممكن تاثر بشكل كبير جدا على الاهلي اللي هو حامل اللقب واللي هم الناس معتبرينه المرشح الاول. لان الاهلي هيطلع من النصف الاولاني من الموسم ما بعد يناير بعد كاس الامم كده هيكون لعيبه كتير جدا تاثرت بحاله الاجهاد. يعني انا اما تعد عدد المباريات اللي مرتبط بيها لعيب النادي الاهلي اللي لعبها واللي لسه هيلعبها في البطولات التسع بطولات بيلعب فيها النادي الاهلي السنه دي بس، هتلاقيهم 75 مباراه. لو ضفت لهم ما يقرب من 15 مباراه مع المنتخب وممكن يزيد، يعني حتى الان هم 15 مباراه، لو لعبنا ودي في نوفمبر او قبل كاس الامم هيزيدوا عن 15 مباراه، هيبقى مثلا في حدود 20 مباراه، هتوصل 75 مباراه محليه ودوليه للنادي الاهلي في الدوري، و15 الى 20 مباراه، يعني هنوصل ل 95 مباراه للاعيب النادي الاهلي المميز اللي هو اللعيبه اللي في المنتخب. خلونا ما نكررش غير في الاخر. فعشان كده ممكن يحصل ان لعيبه النادي الاهلي تتراجع شويه، فهيعتمد على قدره الفرق الثانيه وبالذات بيراميدز والزمالك على ان هم يكسبوا اكبر قدر من النقاط في الفتره الاولانيه من السيزون. هل المثلث ده ممكن يطلع حد من بره ينافس؟ لا، يعني بالدوري اللي احنا شايفينه بالنتائج اللي احنا شايفينها المنافسه هتكون بين المثلث ده، لكن يظل النادي الاهلي هو المنافس يعني الاول على بطوله الدوري المرشح. بالظبط. بشكرك يا دكتور، شرفتني ونورتني. شكرا ليك ماهر، شرفت بوجودك. شكرا كابتن سيف، شكرا. خلصنا حلقتنا النهارده، بشكر طبعا ضيوفي وبتشرف بوجودهم معايا، بشكركم شكرا جزيلا، اشوفكم بكره على الف خير.